الدول في علاقاتها الدولية دائما تبحث عن منافعها ومصالحها، ولولا أن الدول الثلاث كلها لها مصالح في هذا الاجتماع لما استجابت للدعوة لهذا الاجتماع وهذا الاجتماع الثالث. ف يعني الأردن والعراق منذ زمن بعيد، يعني حتى أيام العهد السابق في العراق كان هناك تعاون، كان العراق محاصر وكان الأردن يمثل الرئة. اليوم بعد أن استقر العراق نوعا ما، تعاون الأردن خلال فترة الاحتلال الأمريكي مع العراقيين، ويعني أنا لي تعليق وعتب على يعني موضوع أن الأردن هو صدر الزرقاوي. إذا كان الأردن صدر الزرقاوي فمن صدر البغدادي؟ يعني هذا الزرقاوي هو شخص مدان أردنيا وحكم في الأردن ومسجون في الأردن كان، وقضى فترة حكمه ثم تسلل ودخل العراق. ولا يوجد دولة في العالم تضبط حدودها في كل العالم، حتى ترامب بدأ يبني جدار حتى يضبط الحدود الأمريكية. أما أن إذا كانت الدولة الأردنية تصدر إرهابيين فهي مدانة، أما إذا كان إرهابي تسلل من هنا إلى العراق أو من هنا إلى سوريا أو العكس، يعني إحنا جاءت ساجدة عراقية وفجرت فنادق في الأردن هي ومن معها، فهذا لا تتحمله الحكومة العراقية ولا يتحمل الشعب العراقي، ونحن كذلك لا نتحمل إثم الزرقاوي لأنه كان عندنا هذا شخص إرهابي، وبالتالي لسنا مسؤولين عن تصرفاته. هذه القمة أنا أعتقد في الجانب التنفيذي الأمني أنا أعتقد هي مصلحة للدول الثلاث، يعني في إرهاب، الإرهاب لا يعرف الحدود، يتجول ويتنقل. يهمنا المصالح الاقتصادية أيضا والمصالح السياسية. أظن في إشارات سياسية، يعني لا يعير الأردن إذا كان يريد أن يكون العراق عربيا وله هوى عربي، وهذا لا ينفي العلاقة مع إيران. يعني إحنا في الأردن لنا علاقة مع إيران وهناك تبادل دبلوماسي، ليست علاقتي بدولة تعني انهيار علاقتي بالدولة الأخرى. الأردن لا يتدخل في سياسة الدول، هي تختار من تقيم معه علاقة أو من تقطع معه علاقة، لكن الجامعة العربية تجمع الأردن مع العراق، وبالتالي يعني هذا نفس أردني. يمكن أنا لا أتحدث عن إيران بقدر ما أتحدث أنا هناك خطر على الأردن من قبل خطة ترامب بالصفقة ومن قبل هضم الضفة الغربية وقضمها، فيحتاج إلى عمق، والعراق يمثل مثل هذا العمق.